أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.